تغيد بموسم السياحة الذي يوافق بداية السنة الجديدة، حيث يحج إليها السواح أجانب وآخرون من مدن الجزائر للاستمتاع بمناظرها الجميلة والاحتفال برأس السنة الميلادية. هذه الساحرة تكتنز مؤهلات سياحية عذراء بإمكانها أن تحولها إلى قاطرة للسياحة الصحراوية في الجزائر، بل وفي المنطقة الإفريقية والعربية بأكملها، مؤهلات يعبر السواح المحليون والأجانب عن انبهارهم بها كلما وطئت أقدامهم زعفرانها الأصفر. Je suis française et je suis une touriste ici et c'était juste pour dire que ici c'est magnifique et ce serait vraiment dommage de le détruire. Alors je voulais juste dire qu'il faut vraiment le protéger, que c'est magnifique et que je suis vraiment contente d'être ici. Et je trouve que cet endroit, c'est tellement beau que c'est presque inimaginable de détruire un endroit si magnifique. جمال المنطقة لا يوصف، منطقة رائعة ما لقوها حتى في دولة أخرى. احنا ما نحوسوش نروحوا ليترونجي، احنا نحوسو نجوا لبلادنا، احنا حابين نشوفوا بلادنا. أونيجان احنا حابين نشوفوا، احنا حابين نعرفوا، احنا حابين نعرفوا بلادنا، التراث تاع بلادنا. المرة الأولى اللي رانا نجيو لهم، وصافي أن كرون بليزير، كل مرة نجيو لهم، كنا نخافوا نقولوا تاغي 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 ما فيها والو، بصح اليوم والله غير ما شاء الله عالمة كاع، روعة ما كناش نتخيلوها كاع. أن تحل بتغيت معناه أنك بأياد آمنة تغمرك بحفاوة الاستقبال، فتزداد متعتك وأنت تتنقل بين جناباتها، ولك حرية الاختيار بين تنقل تقليدي أو عصري، فلك أن تمتطي ظهر الجمال التي تشق بك عباب الصحراء. كل عام نجو لهنا، كاين حركة تجارية ما شاء الله، عندنا مولد نبوي شريف، وعندنا رأس العام، كاين دي الناس يجو يكرو، كاين اللي تبغي يكريها وحدها، كاين نديرو بهم لاتورني في العرق، من العرق الشمالي حتى الجنوبي، وكاين اللي يبغي كل واحد وشعورك، تسمى كاين اللي ما يعرفش الطريق حنا نقيدوه، نبيعها مع القيد تاعه. كاين اللي وحده يعرف يسوق يدير لا تورني وحده، كل انسان وش يبغي يدير. السواح بعد زعما نخرجوا معاهم برا هكذا، كاين وين يقعدوا دو جور تروا جور، باتون نديروا لهم الشوا، نديروا بالخيمه والو، مريقله مريقله الحمد لله. جيت في التحويسه دي رحله عجبتني هاي، لا دي شتو هذا السوق بالكواط. جينا من الاجي باش ندوزو هنا الريفيون، التحويسه بالكواط شابه بزاف، انوبليابل. عجبتنا تاغيت شابه بزاف، نخلو الدنيا والقصور وحاجه فور. ما شاء الله، اسمع على حساب الزملاء تاعنا حتى الضيوف تاعنا باش ما ينضروش، دير لهم بري كاين تاع الساعه، كيبغي بساعتين، كاين اللي يبغي لا جورني كومبلي، كل وحده والثمن تاعها شحال. تاريخ المنطقه لا يقل روعه عن جغرافيتها، والذي يحكيه هنا معلم أثري ضارب في القدم يسمى القصر العتيق، والذي يستقبل زواره عند مدخل المدينة فيحكي عن عبقرية المعمار المجسدة من طين الوادي وسعف نخيل الواحة. هذه المحطة تاريخ تاعها من 7000 إلى 10000 سنة قبل الميلاد. الإنسان هذا اللي عبر النقوش الصخرية
حيوانات التي عاشت في المنطقة. اسم هذا الكتاب هو هذا شكل الكتاب، والمحطة هذه عبر عن حيوانات التي سكنت المنطقة. وهذه المحطة تتعرض الآن إلى التخريب، يد الإنسان وصلت إلى تخريب هذه المحطة. الشاش قطعة قماش تمثل هوية التاغيتيين وأصالة المنطقة وجزءا من جمالية الزمان والمكان بألوانه المختلفة، يقابلك أينما حللت وارتحلت في هذه المدينة. فإذا حدثك أحد أنه زار تاغيت ولم يتعلم طريقة التحاف شاشها فلا تصدق. هذه حاجة تاع السياحة تاني وببليسيتي للسياحة تاع الصحراء كامل، كيما في تاغيت جانيت بارتو يعملوا الشاش هذا. وكما قلت لك من المره الاولى انه يحمي من البرد ويحمي من الشمس ومن الفونت سابل، علاه هما يديروا هكا على وجههم عشان الفونت سابل ما يدخلش في فمهم. الشاش يدل على السود، على الصحراء، على اللباس التقليدي تاعهم. راني سائحه في منطقه صحراويه وني فرحانه بزاف من هذه المنطقه. تعكس ثقافه تاغيت، لون ازرق تعكس ثقافه تاغيت، وهم يلبسوها هي ترد أشعة الشمس. المناطق الصحراوية والمناطق الشبه الصحراوية القريبة من التل هي مناطق كلها تعمم، وجدودنا كانوا يديروا العمامة لأن عندها أمرين اثنين. أولا الأمر الطبيعي اللي حماية الرأس من الحرارة ومن البرودة كذلك. الكولور اللي خيروا البنات كان الأصفر والغوز، والرجال كاين الفيرمينيتر والنوار، هادو هما تقريبا تاع كاين تاع الهند يجي شويه حرش ملس، وكاين تاع الشينوا يجي حرس، والاغلبيه في السوق هو تاع الهند. في الصحراء وقاعدة اللي أنا قاعدين هنا مش كيما قاعدة القهوة. بون خويا الأتاي هذا تاع الجمر طيب على الجمر، ما يجيش كيما الأتاي اللي مخدوم في قهوة ولا باغ اكزومبل في بلاصة واحدة أخرى. عنده جو، عنده جو سبيسيال. ومام القاعدة، قاعدة تبدل، قاعدة هنايا في الرملة مع الأصحاب ومع الأحباب ما يجيش كيما القاعدة في القهوة ولا. مع ما يلاني الشمس نحو المغيب يبدأ فصل آخر من المتعة، فاتحته التحلق داخل العرق الكبير حول خروف يشوى على جمر الصبر الذي يتشربه الزوار. بزاف من الشباب الجزائري ما يزارش هذه المناطق وما يعرفهاش، ونطلب منهم يعني يزوروا مناطق الوطن الجزائري. هناك مناطق جيدة للسياحة
وطلب ثاني من الشباب انه يزوروا الوطن تاعهم. ما هنا تاغيت نهار شباب بزاف ما تنساش كاع حاجه عندك في الرمله. جينا عند جماعه هنا يطيبونا والله غير الغالب ما شاء الله فور بزاف تاغيت فور بزاف. عجبتنا الحياه الكالم ناس ملاح كرما الله يبارك كبروا بينا. نتلاقينا مع كاع الولايات جينا نفوتوا الريفيو هنايا ما شاء الله عقوبة العام الجاي ان شاء الله. يعرف المجتمع المدني والسلطات حول ضرورة استغلال المؤهلات السياحية في الجزائر لتنويع مداخل الاقتصاد، لكن بالمقابل لا تعكس هذه الصور الجدية والإرادة الكافيتين لتحويل الخطابات إلى أفعال. فهذه القاذورات التي تشوه أزقة هذه المدينة الكنز تبقى محل تساؤل، مثلها مثل عمليات الاعتداء على النقوش والآثار الصخرية. هي تاغيت الجوهرة التي تنام على عرق من الرمال وتتزين بواحات من النخيل وتحفظ لزائرها الراحة والمتعة رغم ما تعانيه من الإهمال، فكيف إذا وجدت من يوفيها حقها؟